حلو لما تبلشوا الحلقه وتلاقوا مين طلع زي التين اليوم وتلاقوا المعده دانا تعمل هيك. ليش؟ لانه يارا مخها بتيناتها راحت ضربت ايش؟ راحت يمين طلعت قبل الحلقه. طبعا هذا هو الشيء الطبيعي النورمال، انه يعني طبيعي تتوتر يارا عادي. لا تذكرت شغله ما جبتها تينه. طبعا ليش عم بحكي كثير تين؟ اول شيء هاي هاي كيفك؟ شو انا كثير منيحه حبيبتي، وحبيت الحلوه هاي. ما قلتي لي امبارح بالليل فستق حلبي، قلت الصبح البس فستق حلبي. ضارب على الاكلات اليوم انت، يعني شوفي انت اليوم ابدعتي، لانه للصراحه يعني اول شيء بدي اقول لكم انه يارا لفت هيك بالشوارع عمان الصبح وحاولت بكل طاقتها تجيب لكم شجر التين. ما عندنا تينه وهيك، واسمعي يا ربي ليش هيك ما لحقت اجيب، وعن جد وقفت وبدي اغيظها، يعني بدي اغيظها، بدي اقولها انا في بيتي في شجره تين، ايش بدي اقول لكم؟ بتقطفيها من البلكونه. خلص رجعي تجيبي لي منها، كنت ابعث لك والله. يعني انا اليوم كثير مبسوطه، لانه اول شيء السيت اب بدي اوجه لك فيه شكر كثير كبير. حاسه حالي عن جد ما بعرف وين، بس يعني هيك بالمزارع بإشي فريش. ما تخيلي قد ايه علاقتي بالتين، انا كثير بحب التين. يعني انا من وانا صغيره بموت على التين. احنا سكننا في بلدنا وهناك في حارثة في اربد ببني كنانة، ففي نبع اسمه عين جويل بمنطقة ففيها عين عادي طبيعية، وفي شجر تين هذا اللي حاله بيطلع مش المزروع. حلو حلو. اللي لونه اخضر من برا ومن جوا كتير زهري. حتى ريحته مختلفة، فهذا كنا دائما نطلع هيك الصبح نلقط التين ونرجع يعني ونتشاطر، يعني مين لقط اكثر من التاني. لا يعني هو التين وموسم التين، فعشان هيك يا رضا دائما بتحاول كل موسم اشي فواكه معينة عم تستغل، عشان هيك عم نأخر لكم شوي موضوع الشوكليت وهالاشياء. لحقين على الخريف والشتاء، للشتاء وللبرد والسحلب وغيره. أيوة. بس اليوم التين حيكون هو نجم الحلقه، لازم نستغل الموسم. كنت عم بسمعك قبل شوي عم تحكي بين السطور بتقول إشي تين وعسل، إشي تين وبردقان. في كومبينيشنز هيك بين تين الفستق الحلبي، تين والعسل والبردقان، رح تستغربي قد ايه طعمتها زاكية. فبدي منكم طبعا الفوكس هيك تكونوا مركزين اليوم معنا بالحلقة مليون بالمية، لأنه جد 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 اليوم الوصفات غير تقليدية. صفحة عمان تي في أوفيشل على الفيسبوك صارت لايف معكم مباشرة على الهواء، سؤال استفسار، وأنا ويارا بنطلب منكم تكتفوا المشاركة عليها من خلال الشير وترفعوها لعدد كتير كبير لبرا الأردن وداخل الأردن. ورح نبلش بأول وصفاتك. أول وصفة يلا. إيش هي؟ رح نعمل أول شيء تارت التين بكريمة الفستق الحلبي. رح نعمل أفرجيكم طريقة التارت وبعدين كيف الحشوة اللي هي شو كريمة الفستق الحلبي، يعني مش إشي كتير صعب. هلأ بتشوفوا شو هو. طبعا هذا ريكوست من كل اللي بتابعوا يارا، بدهم عن الفستق الحلبي. لأنه أنا كتير بحب الفستق الحلبي. يلا على الفستق الحلبي. تارت التين بكريمة الفستق الحلبي رح تحتاجوا لمقادير قاعدة التارت: 200 جرام زبدة باردة، ولنص كوب سكر بودرة، ومن يعني تلتين لكاستين كوب طحين، رشة ملح، وأربع معالق كبار من المي الباردة، بالإضافة لمقادير كريمة الفستق: 125 جرام زبدة طرية، نص كوب سكر، برش ليمون أو بردقان، حبتين من البيض وفانيلا، كوب فستق مطحون، ومعلقتين كبار طحين، وعشر حبات من التين. عشان اترك لك المجال، بس سؤال سريع من الريمه، لاني حسيت انه ممكن كثير ينسال خلال الوصفه. عم بيقولوا لك اللي ما عنده تين فريش برا بيقدروا يستخدموا اليوم بالوصفات التين الناشف او المجفف. ممكن ما في مشكله، ممكن نقدر. بس اذا نستخدمه بالوصفه الاولى ممكن شوي نجيب النوع الطري، معناته خلينا نحكي بهاي القصه خلال الحلقه أكتر. اوكي تمام. هلا بس خليني اجيب المبرشه. هلا انا اليوم من كتر حبي لك دانا، طبعا انا بدي اجاوبك على الهوا، لاني انا هلا المسيطره، لاني انا الميكروفون الشغال. عم بتقولي لابسه يوم فستق حلبي من حبي لك حبيبتي. انا انت بتحبي الفستق الحلبي كثير، عم بتزبطيها لدانا انت بالفستق الحلبي. تخيلي اكمل حلقه صرنا فستق حلبي. لا مش كثير، بس 14 حلقه لهلا. عن جد يا حرامك. فستق حلبي
طيب رح نعمل شو اسمه اللي هي التارت. التارت أهم إشي فيها إنه زبدة تكون باردة. في أكثر من طريقة لحتى نتعامل مع الزبدة. يا منجيب المبرشة تبعت الجبنة ومنبرشها باردة يعني من الفريزر ولا من الفريزر ما هي بسرعة بتذوب الزبدة. يا إما بنعملها كتير كتير ناعم يا إما بنعملها على محضرة الطعام. حلو. وسبق عملت لكم عجينة التارت أنا تشبهها. بدكم اعملوا هدول المقادير عشان نعمل يعني حجم تارت كبيرة. رح أحكي لكم عن الأحجام. فأنا هلأ بس بدي أفرمهم لأني مش عارفة صراحة ما دورتش على المبرشة قبل. أوكي. هلأ أنت بالنسبة لموضوع الزبدة يعني اليوم بدهم يعني حنبالغ في قصة الزبدة اليوم. يعني في زبدة الحلو بده زبدة. حلو يعني هلأ خالتة أم إيهاب حماتي بوجه لها تحية ما بتحب الزبدة بالمرة. ليش أنتي؟ ما بتحب الزبدة أبداً. مرت ابنك ملكة فهي الزبدة. هي دائماً بتحضرني. هذيك مرة بتقولي أنا حلقات الأربعة خلص شكلي دي أبطل أحضرها. لأنها ما بتحب الزبدة بالمرة. إيش أكتر إشي بتحبه منك أم بتحب كل الأكلات اللي بعملهم اللي ما فيهم. ما بتحب الأشياء الغريبة اللي فيها صوصات وهيك خلص. بتحب دائماً بتحب صينية الدجاج اللي بعملها ومع الخضار. فلما نتغدى دائماً مع بعض تبعت لي إياها مشان أتبل لها إياها. حلو. يعني قد إيه هي شاطرة وأكلها زاكي. بس لازم تبعت لي صينية الخضار يارا إنه هاي لازم أنت بكرة تبليها. حلو. لازم أعملكم إياها كتير طيبة. طيب هلأ خليني افرجيكم قد ايه تارت كتير سهله وما بدنا محضر الطعام وما بدنا اي شيء. بنجيب الطحين بنحط فوقيه. هلا بقيهم عنا بدي اخليهم هون عشان يشوفوا كل شيء على الكاميرا. خلص السكر الناعم. اوكي. وطبعا رشه خليني اتاكد هذا ملح. رشه ملح. ليش الملح بنحط دائما الملح بالحلو لازم نحط بيعطي توازن للطعمه. تمام. بس نعملوهم بالايد. سبق وعملنا وقت حلقه التارت كثير بتشبهها. يمكن الفرق كانت هذيك الزبده ما كانت بارده هي كانت بارده. بتفرق يعني مش كثير بس هاي ازكى تكون بارده بتصير هيك فليكي. فهلا بايدينا كيف بنعمل المفتول. حلو. افتلوها. نفتل يا رب هلا عاد تتجاوب معي. طب معناته انا بدي ارجع استغل الفرصه خذي الوقت لبن معي لاي حدا عم بتواصل معنا من خلال الفيسبوك. فاتن ابو ناصر يسعد اوقاتنا واوقاتك اكيد بوجودكم معنا. كمان فريال اهلا وسهلا فيك وشكرا لمتابعتك. جهاد كمان عليان اهلا وسهلا فيك. وبدي اوجه تحيه لكتار من اللي بتابعونا وبيحكوا لنا برامجكم دائما مميزه تحديدا ببرامج الطبخ عم تعطونا اكثر من فكره. هلا هون كمان يعني عم بتابعونا من برا فبضلهم يحكوا لي انه عم نضوق بنكون سهرانين. هلا احنا اكيد بنحب يتابعونا لايف اكيد ولكن اي حدا بحب يحضر الحلقه فهي موجوده على صفحه عمان تي في اوفيشال حتى بعد ما تخلص. طب خليهم سهرانين تماري بالعكس يعني عم بتسلوا بس يستوعبوها اكثر للحلقه. شو فتلت معاكي هيها عم بتدوب. هلا شو اذا برش كثير اسهل هيها عم بتدوب شايفه كيف. خلص احنا بدنا بس سو دائما هدول بدهم هيك مجهود. اوكي. واحنا هيك على التلفزيون بنكون كثير كيوت وناعومين بدناش. عم تسالك مها احكي لنا اكثر اذا بدنا نحطها بالخلاط كيف نعرف امتى نوقف خلط. كثير بالخلاط ما بتاخذش نص دقيقه صراحه بس انا قلت بدي عشان مش الكل بيكون عنده. بتخلطوها دقيقه لحتى تصير هيك. هي هلا رح افرجيكم كيف تصير كثير ناعمه. عارفه ايش حسستيني؟ اسمعي وجعوني السلوى. عن جد هيك بيكون شكلهم. المن والسلوى هذا لما بدك تطلعي حبات المن بالضبط. بتلاقيها هيك المن والسلوى. طيب هم لازم يصيروا زي كيف البرغل الناعم مثل هيك شايفه. هي عم تدمجيهم مع بعض. انا لاني بردتها زياده وشو اسمهم شوي قطعتهم كبير. هيهم. اوكي هيك بنعمل الكباب. طبعا هيك مثل ما قلتي 5 ثواني يمكن على البلندر ولا إشي بتاخذ. هي خلصنا. بس بتريح الاعصاب هاي الحركه فانا بنصحهم فيها. اي حدا معصب يجي بالضبط. طيب هلا خلص هي هيك صار جاهز شايفين كيف. اوكي الزبده دخلت وتغلغلت جوا كل طحين. هذا اللي بدنا اياه وعادي لو ضل قطع مو مشكله. هذا طيب يارا عم بطلب منك تارت البيكن. اوكي نعملها شي يوم ان شاء الله. اول مره بسمع فيها بس بقول لك هذا اللي زي الجوز. ايوه اوكي كثير زاكي صراحه. بنعملها ان شاء الله بس مو هلا خليها للشتاء. هلا عندنا رح نحط مي باردة. ما رح تحتاج هاي الكمية زي ما هو عندكم بالمقادير. المي كتير قليلة ودائما حطوها شوي شوي. أوكي. رح نعمل هيك وما بدنا نعجن. دائما بنحكي هاي المعلومة بالتارت بس بدنا نجمع تجميع. تمام؟ تمام. شايفة كيف؟ شفتوا كيف قبل ما نحط المي صارت العجين الطحين هيك زي البرق زي المفتول. تمام؟ هاي
هلا هيك بدات تصير زي العجينه، خلص صارت عجينه، بس ما بدنا نعجن. اصحكم تعملوا هيك، بتصير وبتفعلوا الجلوتين الموجود بالطحين وبتصير يعني تخبطيها بالحيط بترجع مثل ما هي. خلص هي خلصناها، ها شايفين تجميع. بس عم بسألوكي بحال ما عملناش التين اللي عنده حساسية واللي ما بحب التين، هلا بقول لكم شو إشي بديل لنفس الوصفات لليوم ولكن لحلها. غير التين، الدراء، الخوخ هلا موسمه كثير زاكي، التفاح يعني هاي التارت الأولى بتطلع مع التفاح بتجنن، النجاص هلا كثير موسمه، النجاص برضه كثير زاكي. يكونوا مستويين يارا ولا يكونوا يفضل انه مش مستويين كثير وسط. هيها شايفين العجينة، هلا بنتركها ترتاح بالثلاجة، بنغلفها بنايلون وبنحطها بالثلاجة ترتاح. عم بسألوكي عالتين، التين طري ولا مش طري؟ مش طري كتير، مش طري كتير. طيب. ومش يابس، مش انه مش مستوي، عادي تمام وسط. طيب رح نطلع يارا باول فاصل بشكل سريع. كتفوا المشاركة على صفحة عمان تي في اوفيشال على الفيسبوك، بدي الشير 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 عشان ما نحرد ونطلع من الحلقة بالزبط. وما نكمل وصفات التين، لازم لكم. ايوه حلقتنا اليوم كتير حلوة. لكل يلي انضموا لنا هلا، اهلا وسهلا فيكم بصحتين وهنا. اليوم الحلقه رح تكون 100% تينيه تينيه بوصفات خرافيه وغريبه للصراحه. يعني انا بروح عندك على المحل وبوقف بصفن انه تين مع برتقال وتين مع ابصرمين، بس هاي حتكون موجوده بالمحل هاي التورت. فبدنا نشوفها اليوم. طبعا بشكل سريع بدي اذكر كل يلي ببلشوا يتابعونا انه كمان على صفحتنا على الفيسبوك احنا موجودين، عم نعمل اليوم وصفات منوعه بالتين. التين اللي انتم سالتوا لا بيكون يابس كثير ولا بيكون مستوي كثير، عادي التين العادي اللي بتجيبيه عشان يضل لك اسبوع في البيت. يعني عادي، مش الطري اللي كثير ناس تحب تاكله مستوي كثير، لانه بصير رح بصير مخبص ومنظره مو ظابط. فاحنا بدنا شيء كمان منظره يكون ظابط. اوكي طيب هلا احنا حطينا العجينه نريحها. هلا برضه نسيت الشوبك. تمزحي. طيب هلا ايش اللي بتعمليه؟ هلا بدنا نفرد العجينه، مش مشكله. نفرد بهاي حاجة أم الاختراع، اللي بحاول يلاقي حلول أو دانا تحاول تقول لي وين محطوط. خليني أشوف لك قد إيه بتدفعي يارا؟ يارا قد إيه بتدفعي؟ بدفع قد إيه بتدفعي؟ دبرت أموري يارا أنت الخسرانة. شكرا دانا إنك أنت بتعرفي الكواليس فيها كيف إيش موجود بالضبط. عن جد تخبيتها دانا بتحسي عن جد عشان تعطيها فستق حلبي عن جد. لا يعني انا المره الماضيه ما لقيتها وتذكرت اني اليوم ما دورت عليها، فهي غلطتي. يعني قالت لك بالدرج تمارا اللي وراكي مباشره. بتيجي يعني الصبح بتذاكر. حتسألي لي عنها. حلو. طيب هلا شايفين لما تبرد العجينه وتتجمع كيف بصير سهل شغلها. هلا بنفردها لسماكه مش كثير، مش رقيقه كثير، يعني تقريبا زي هيك، يعني 3-4 مل. عم بسالوكي عبير قد ايه نحطها بالثلاجه؟ مش اقل من نص ساعه. هلا انا هاي عندي وحده جاهزه من قبل. هلا شوفوا شو في عندنا لما نيجي نعمل هاي التارت، في كثير اشكال واحجام مختلفه للتارت. العجينه اللي انا اعطيتكم اياها المقدار بتعمل التارت اللي قطرها 26 سنتي. أوكي. تمام. في عنا خيارات بنقدر نعمل التارت الصغير، بس اهم شيء جيبوا التارت اللي له بتحرك من تحت القاعده. انا هاي عشت وشفت كثير، بس هاي اول مره بشوفها. في هاي المستطيله كمان، بس ما رح نعمل فيها، كل مره بعمل فيها بتنكسر، مش مشكله. اوكي لانها بدي افرجيكم كيف بنفرد، يمكن فرجيتكم من قبل المره الماضيه. بنمسك العجينه اوكي وبنحط هدول جواها، معناته انت ما بتخمليها وما بترفعيها كثير صح؟ وعادي لو كسرت مش مشكله، انا بس بدي افرجيكم كيف. اوكي هيك وخلص. شايفين كيف بنظبط الحواف وخلص، والباقي انا بس بدي افرجيكم ديمو كيف نعملها. تمام. أوكي. هلا شو رح نعمل يا تمارا لهاي التارت تحديدا؟ احنا بدنا نخبزها، بس ما بدنا نخبزها كامل، نخبزها نص سوا. ليه؟ لانه بدنا نرجع نحط عليها الحشوه اللي حنعملها هلا ونكمل خبيزها. كيف بنخبزها؟ بنجيب شوكه
بتجيبي شوكه بتخزقيها؟ لا بس كان في عندي سؤال. راح السؤال. بقول لك بنقدر نستفيد انه بس ما نحطش تين نعمل مربى التين الجاهزه بهاي الوصفه؟ ممكن. هي الفكره التين يعني بيعطي اضافه، يعني هو الفكره انك بدك تستخدم التين، انك بدك طعمه التين. طب مثلا بركي يكون قصدها انه اذا كان كثير مستوي وقرب يخرب وهيك. ممكن. ممكن. ممكن صح. خلص هلا انتم طيب. شوفوا يعني الإشي اللي بتعمله يارا هو على اصوله، بس اي اشياء اي شيء عادي بيصير 100%. طيب هلا لحتى نخبز هاي ضروري احكي هاي المعلومه قبل ما نبلش بالحشوه. بنجيب ورقه زبده، اوكي، بنحطها جوا ال يعني بدي افرجيكم، بنحطها جوا القالب، اوكي، طبعا ورقه زبده على قياس القالب، وبنجيب اي نوع من انواع البقوليات الجافه بتعمل لنا وزن. الفكره منها فكره منها انه ما بدي انا الكراست هاي تطلع لفوق، بديها تضل مستقيمه، اوكي، وبنفس الوقت هذا شيء عادي بنحط بالفرن ونخبزها. تقريبا بتاخذ لها 15 ل 20 دقيقه لحتى افرجيكم كيف يطلع شكلها. يعني الموضوع البقوليات بس من باب التقل، بس وزن. هلا في بالعاده اوزان بس ما في داعي نشتريهم، يعني بتقدر تحطوا حمص، فاصوليا، اي شيء، هذا رز، حتى عدس. شايفين كيف مخبوزه هون عندي نص سوا؟ هيها هلا هاي بنتركها تبرد وراح افرجيكم. لازم نعمل هلا الحشوه عشان افرجيكم كيف نكملها. بس خليها كانت يارا عم تتصور. رامي ايش بتحب اعمل فيها؟ ايش ليش إيش؟ عم تتصور حبيبتي؟ عم تتصور هاي؟ لا انا كنت بدي اخفف الكركبه. طيب هلا قولي لي يعني لما بدي اعرف انها هي بلشت تستوي ايش من لونها؟ هي ها شايفين كيف هي هنيه؟ شايفه انت؟ بدي ارفعها بس كنت هي هنيه بس ماخذ لون خفيف جدا، تمام. مبينه اصلا هي فعلا اللي بشوفها بجوز عم بفكر هيك. خلص رامي مسموح لي هلا؟ تفضلي انطلقي. طيب هلا نيجي لحشوه الفستق الحلوي او كريمه الفستق الحلوي. هي التارت هون رامي ما راح اعمل ولا شيء وافرجيكم قد ايه سهله وبرضه ما بدنا خلاط. اوكي، مكوناتها مثل ما حكينا، زبده طريه، هاي المره طريه، اوكي، مش بارده لانه بدنا نخفقها. كيف بنعمل الكيك؟ بنخفق الزبده والسكر. حط الزبده والسكر مع بعض، تمام. وبنحركهم. طبعا دائما عادي هاي الحركه بتصير فيها دائما. لما يكون لسه مش متجانس استخدموا هاي المعلقه السباتشولا، بعدين بنستخدم الويسك. اوكي وبتخلطيهم. بس ايش الفكره انه مع بعض هم اول شيء؟ دائما الزبده والسكر عشان يعطونا قوام هيك ابيض. هلا هاي اذا عندكم خلاط اعملوها بالخلاط بتطلع كثير ازبط. هلا انت اليوم معتمده على ايدك عشان اللي صراحة ما عنده عشان اللي ما عنده وعشان كمان الموضوع ما بده هالقد يعني. يعني لو انها كيكه مثلا نافشه ودي اياها تنفش، لا بقول لك ما بزبط بدون خلاط. تمام هيها. اوكي تمام هيها. احنا شوي بارده لانها استوديو شوي بارد. تمام بس بضلك تخلطيها. لازم رامي ما يصورني وانا بخلط. صوري الهاي. اوكي تمام هيها ننطريها شوي. تمام وهلا راح نجيب البيض، صفار البيض، لا بيض كامل. أوكي. مع الفانيلا، هاي هذا الشيء اللي فيه فانيلا يا جماعه، وراح نخلط. هي كله والله انا شايفته سهل بالبيت، يعني سهل. يدوي. ما بده ولا تطلعوا جلي بالبيت بالضبط. انا لو يعني لو الي بخلي اولادي كلهم يشربوا وياكلوا بنفس الصحن وبنفس الكوبايه كل يوم، يعني بسمح لهم يطلبوا سبعة. يا ويلي شو بطلع كركبي انا بالبيت، يا الله. بس انا بتعرفي انت من الاشخاص اللي بس تطبخي بتجلي بسرعه اول باول. انا زيك، فهذا برضه بيسمي لي بدني. طبعاً. بس حالي يعني خليني اكون هيك شوي فوضويه، بس هو كثير احسن. لا فوضويه بتكركب بزياده. طيب 100%. هلا انا ناخذ برشه ليمون، يعني بتعطي تويست كثير زاكي معها. إذا ما بتحبوا بتقدروا ما تحطوها بس زاكي. أوكي دايما برش الليمون أو البردقان، بس خدوا الجهة الصفراء ما تبرشوا من الأبيض. لأنه بيعطي مرار. أوكي يعني ما كتير حسيتيني تعبت؟ حسيتك بطل الأبطال اليوم عن جد؟ إيش في؟ طيب هلا طيب. بالنسبة لموضوع البرشة هذه، يعني لو انا بدي استغني عنها يعني عادي ما في داعي، مش انه زنخت بيض. لا لا لا, لا هي عشان تعطي طعمه. هلا رح نحط الفستق الحلبي المطحون ناعم، اوكي، والطحين بس عشان يتماسك. واحنا هيك هي خلصنا. حطي لي اياها هون، ناخذ لك هدول. خلي لي هاي بليز. اوكي انا بدي جوائز على فكره. المخرج بيقول لي الله علي رامي
ويا رب انقذها من مشاكل. شكرا يا تمارا، دايما بفزعلها دائما. شكرا، اهلا وسهلا ودانا فيكم. ودانا كمان اهلا وسهلا فيكم، نورتوني. اهلا وسهلا. واو يارا، صارت نفس الاشي اللي احنا بنشوفه بالمحلات. ايوه هاي صار عندنا كريمه الفستق الحلبي. بتقدروا تعملوا نفس الخطوات باللوز، باي نوع مكسرات ثانيه، بس حبيت اللون انا كيف قلب مباشره يعني. جنن. طيب عشان ما اغلبك هيدي اوديها انا. ما انا بقول لكم امبارح قد ايه قريب. ما هي امبارح بتقول لي يارا عملت لك وصفات بالفستق الحلبي، صحيت الصبح قلت طب انا ليش البس ابيض؟ عن جد ناوي البس ابيض، بلبس فستق. بس الفستق الحلبي اليوم. هلا حكينا انه التورته مخبوزه وبردت، ما نحطها وهي سخنه، اتركها تبرد شوي يعني، تمام، عشان ما يصير الزبده تسيح. وبنفردها بهاي الطريقه. والله من عندك هالتينات. اي تين فيهم؟ اللي بالسله. ايوه لو سمحتي، هيك شيء ستينات كذا. اوكي رح اعطيكي انت تنقي منهم، بس أيوة. انا على فكره بدي ارجع اشوف اللي بتابعونا، ليش انا حاسه اليوم في هيك، لا ما تقولي مش نشاط وحيويه، بدي منكم تكثفوا المشاركه. كل حدا كان عم بيقول لي ياي تين واخيرا لا لا عم بتابعونا بشكل كتير كبير، ولكن انا بس طماعه يعني. احنا طماعين، بحب انه يكون في دائما شير وكومنتس وندردش. طماعين بمحبتكم. بدك اكثر من ستة ستة على العدد هدول. بالضبط. خلص ما بدي اعطيكي اكثر. طيب هلا نعملهم. شوفي ما احلى لونها، فرش فرش. بالضبط. وخلص بحسها بتدوب هلا، بتطلع زي كمان ما هي بتصير تطلع الكراميل تبعها. حطوها حلو. بطريقه هي طبعا اغسلوهم كثير منيح، مغسول ومنشف ومنقى وكل حاجه. طب بالنسبه لتفريز هاي العجينه، لنفترض انا عملتها وحطيتها بالفريزر، قد ايه وقت بتضل؟ بتقعد عادي لو قعدت شهر. وعجينه الفستق الحلبي صراحه لا، هاي ما بتزبط لانه هاي فيها بيض وقوامها لا ما بتتفرز، ولازم تكون مباشره. تقدروا تعملوها كامله وتفرزوها. تمزحي؟ بس طبعاً. مستويه مستويه 100%. طب شو نعمل لنا هيك احنا وميجي بناخذ منها هيك؟ يلا يلا لا يا فروزن بس ابقى الحق. طيب معناته كمان انا هم بدي اوجه تحيه لمنتهى. اهلا وسهلا فيك يا منتهى. نداء بتقول لك انا بحب وصفاتكم كتير كتير كتير. شكرا يا نداء. كمان هون اكرم، مساء الخير للشيف المبدع الست ام عزيز، مش ام علي، والمذيعه المتالقه الست ام محمد، والمخرج الرائع مستر رامي الشايب، وجميع طاقم العمل. يعني اهلا وسهلا فيكم. يعني والله احنا اليوم عندنا كمان ليفون مثل العاده متالق، عندنا ماجد، عندنا هيثم، دائما احنا فريق متكامل لنوصل لكم الافكار عن جد يعني احلى صوره. شوف وهي خلصنا، هلا بنحطها بالفرن. شايفين؟ اوكي اوكي. لحظه كيف صار الاتجاه؟ اشوف بالله خربطت. لا لا ايوه هيك صح. لا بس هاي غلط، انسيحيها على جنب هيك، مش مشكله، بنسمح في غلطه عن العين. ياي طب هاي بدك اياها؟ لا على حسابك، بدي ادوقها. بس بدي احكي معلومه، ديروا بالكم لما تحطوا التين حاولوا ما تقربوه، خاصه اذا استخدمنا القوالب الصغيره، بيلزق بالتارت. شوفي هالمنظر، نقيم السكينه. هي بس تضلها الصينيه. والله ما رح اقيمها، والله ما رح اقيمها. على اي درجه حراره رح تحطيها؟ على درجه حراره تقريبا 180 190. لحتى خليني احكي هاي المعلومه، لحتى هاي الاطراف تاخذ لون هيك على بني خفيف، ومن جوا اذا حطينا شيء يكون كل شيء مستوي. يعني اذا حطينا ستيك او بصير احنا بالحلقه نصير نشوفها هي وبالفرن، رح نشوفها هي رح تاخذ وقت وتعملي شوي. يعني هاي الحركه تاخذ لها نص ساعه. خلص تمام. معناته رح نشيلها ونحطها بالفرن ونتابع معها على الهواء مباشره. شيروا الحلقه ونرجع لكم. خلص رامي شيليها. ثانك يو. تاكد من الحراره. طلعوا فجأة ظهر وبان، هذا هو هذا التارت. يعني شيء بمزع العقل. شفتي؟ طلعي عملنا هون صغير، ما بعرف إذا ليفون كمان بتقدر تلقطه أو لا. ماجد هيها شوف. طبعاً بدك تحطي عليهم سكر، أنا سمعت. ما بدي أحط كثير صراحة عشان هم أوريدي حلوين. مش هيك. معقول قديش شكلهم حلو. بس هي هيك على فكرة، بتعرفي لو أنا بشوفهم بمحل ما بعرف إنه هذا فستق حلبي.
كثير ساكي. اسمعي، هاي تارت مشهوره يعني، معروفه فكرتها، بتنعمل بمكسرات باللوز. لا رائعه رائعه، بدعتي وحبيت هالحركه تبعت اليوم. انتم بتاخذوا الصغار، انا باخذ القالب الكبير. في كثير ناس بتحطوا على خير. لا يسمعك مجدي بس. طبعا هون كمان ام هاشم عم تطلب منك يارا تعملي حلقه للمربيات بالتين وبالفراوله وبالمشمش. اوكي. وبدها دانا غريبه بالفستق بليز. حلو، غريبه بالفستق. عملتيها قبل؟ عملتها. طيب، لكل يلي بدهم طلبات من يارا، ولكل يلي بدهم وصفات من يارا، ولكل يلي بيشجعونا وبيحبونا على شاشتنا، بدي منكم تكتفوا المشاركه فورا على الشير وترفعوا الحلقه لعدد كثير كبير من المتابعين. بالضبط. لانه يارا بتتعب وغيرها من الشفات بيتعبوا، وانتم كمان ما تشيروا الحلقه انا بحرد عنكم. انتم مضطرين تضلوا. احنا مجبورين، اما انت رح تحردي. يعني بقولوا لك توتو كمان احكي ليارا مربى البتنجان. في مربى بتنجان تمزحي. بس والله كثير، انا بتعرفي انا مش من الناس اللي بحب المربى كثير، ولا انا زيك وكثير حد عشان الحلوة يعني مش كثير. بس بنعمل هلا قبل الشتاء ببلش يخلص الفروت، فبنضطر نعمل للشتاء مربى. يعني المربى انا بحبه زي كيف مبدا الحلاوه، بحبها كثير بس ما برضى اكلها، بحس اذا حطيت لقمه بتمي انسي. انا يمكن كل سنتين مره باخذ، بقول لك بس بشتريها وبطلع لها وعن جد ما باكلها. يعني لانه طب احنا بنعملها، يمكن بخاف منها، بحس انه بحبها كثير ممكن اسحب، عرفتي؟ طيب سؤال سريع يارا، عم بسالوك بنقدر نعمل بكريمه الفستق اللي عملتيها اشياء وافكار ثانيه؟ طبعا ممكن نعمل، تكون ايش ممكن نعمل يا يارا؟ ممكن اصلا تنصب زي كيكه لحالها. تمزحي؟ هيك بكاسات مع ايس كريم. ايوه تنعمل بس هيك، هي ازكى هيك عشان بدها شيء يمسكها. عرفتي؟ بس لما بدها تنعمل بكيكه بده يكون في قوام ثاني يمسكها، غير عن يعني بدها شوي تعديل. يعني يفضل هيك. بدها تعديل، فانا ما بدي اجاوب شيء ويروح حدا يعملها وما تزبط، لا، لانها هي هيك لحالها بدها شيء معه. طيب تمام؟ هلا شو رح نعمل؟ هلا بدنا نعمل تشيز كيك التين والعسل والبردقان. يلا. يلا. بعدين بحكي. تشيز كيك التين بالبردقان والعسل رح تحتاج لمقادير قاعدة التشيز كيك: 2 كوب بسكوت مطحون و100 جرام زبدة طرية ونص كوب لوز مطحون، برش بردقان وربع كوب سكر بني. اما بالنسبه لمقادير الحشو، رح تحتاج ل 500 جرام جبنه كريميه طريه، ولربع كوب عسل، ومعلقه كبيره برش بردقان، لربع كوب كمان سكر بودره، وربع كوب عصير بردقان، وثلاث اكواب من الكريمه المخفوقه، بالاضافه لمعلقه كبيره بودره الجيلاتين، وربع كوب مي مغليه. والله يارا حاسة انها هيك يعني بتبرد على القلب هالوصفة، كثير زاكي. اسمعي، وانا عم بحط في الكومبينيشن الافكار مع بعض، كنت خايفة من شغلة، كنت خايفة من حلاوة العسل. بس ما بتخيلي قديه طلعت بتجنن كثير. لابقة وما بتحسي انه عسل الثقيل يعني. خلينا نبلش فيها بشكل سريع. هلا هاي تشيز كيك بارد، انا كثير انطلب مني يارا اعملي لنا تشيز كيك بارد، واكتشفت اني انا مو عاملتها، موجودة بماي ريسيبي بوكس، بس هيدي اعملكم اياها. الفكره اللي بقول لكم اياها انه انتم اذا ما بدكم هاي النكهات بتقدروا تغيروها بالنكهات التقليديه. عندنا البسكوت دايجستيف المطحون، بنحط لوز، اللوز اختياري، ما بدكم تحطوه عادي ما في مشكله، بنحط شويه سكر بني عليهم زي ما هو محطوط بالوصفه، نشف معي شوي، وزبده. هلا انا فيكم تسيحوها وفيكم عادي لانها طريه، انا بحبها طريه، بحبهاش سايحه. اوكي، بس هيك نعجنها بالايد. ليه طرية؟ عشان ما تغلبنا وإحنا نحطها بالفرن، خلص تتماسك بسرعة. ومرات بحط شوية رشة قرفة كمان على القاعدة. طيب، بيطلع كتير زاكي. يارا خبريهم، عم بسألوكي ضحى بتقولك كتير عم بطلع التين أحيانا مدوت، فكيف بتميز التين؟ إنه هلأ أول إشي الموسم بيلعب دور، دايما التين بأول موسمه بيكون نظيف ما بيكون فيه إشي، بصراحة دايما بفتحه من وراء. يعني هو من وراء الدود يعني بيكون للأسف. اوكي، يعني انا متاسفه بس انا سالت السؤال 20,000 مره، حسيته فضولي فضول، فلازم برضه الواحد يعرف. بس لا، بدنا ننتبه من وراء دائما التين. ولما تقسموه ببين يعني لا هي هلا، يمكن لما بتنقيه وبتشتري كثير على فكره هو اللي
ما بجيبوا التر كثير بالضبط. طيب هلا باي قالب تشيز كيك فينا قوالب المفتوحين من جنب، فينا قوالب اللي من تحت، انا عملت اللي من تحت. بنمسك القاعده. اما بتعرفي يعني ريحه الزبده مع البسكوت كثير زاهيه مش معقوله. طيب شوفوا، جو بدي احكي لكم معلومه، ما ترصوا كثير تمام، لانه بتغلبكم لما تيجوا شو اسمه. وهلا راح احطها شوي بالفرن، يعني خمس دقائق مش اكثر بكون عامله الكريست تمام. اللي قصدي الفيلينج، احنا اوريدي هاي الكريست، حطها شوي بالفرن. مع ورق الزبده عادي صح؟ طبعا ما بيأثر. يا سلام لو تشموا الروائح بشكل عام. دقيقة. رائعة. معناته انا بدي ارجع اذكركم بالشير وبالكومنت وباللايك لاي شخص انضم لنا هلا على صفحة عمان تي في، كمان ما تنسوا انكم تعملوا سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب وتحضروا اي وصفة بدكم اياها، حتى الفيديو للحلقة كاملة على اليوتيوب بيكون مقسم بكل الكابشن الموجود تحت اي فيديو، بتقدروا تحضروا بالدقائق اللي بدكم اياها بشكل سريع جدا. طيب لحظة هون اضطريت عندنا خالته ام ايهاب، استني شوي. خالته ام سحر. انا خالته ام ايهاب، سلمي على يارا واحكي لها صح يسهل. انا ما بحب الزبده بس اكلاتها بتشهي وما بتتفوت. حبيبتي خالته الله يسعدك. اهلا وسهلا فيكي انتي، انا بحب انهم بيشجعوكي وبتابعوكي وبحضروكي. طيب هلا بدنا نعمل الفيلينج على السريع. رح نعمل ايش بدك تحطي؟ بدي احط الجبنه. اوكي تمام. هلا الجبنه لازم تكون درجه حراره الغرفه طريه. أوكي. شوي طريه. اوكي نخفقها. عم بيقولي تمارا ما بدك تاكلي، يعني صراحه رح اكل بس مش هلا، بدي اخرب لها الديكور ونتخانق. ما بيزبط هلا بالضبط، رح نتخانق يعني رح بطل كيوت. تمام. طيب هلا ايش بدك تسوي لنا يارا انت وعم تخفقيها بشكل بطيء كانه؟ بدنا نخفقها مش بطيء لحتى تطرى شوي. اوكي تمام، ما رح تاخذ وقت لانه زي ما قلت لك هي طريه. اوكي طيب طيب هلا يارا الجبنه يعني انت حركتيها انه خلص تجانست مع بعض. خلص انا بس بدي انه تبطل هيك كرمبلي زي ما انتم شايفين. وهلا رح نحط بقيه المكونات، بس قبل في عندي الجيلاتين. بنحطه بمي مغليه وبنتركه لحتى يذوب. هلا الجيلاتين هو الجيلاتين اللي بيخلي التشيز كيك تتماسك اذا بنحطها بقالب. في حال ما بدنا نعملها جوا قالب تقدروا تستغنوا عنه، بس بدكم تحطوها بكاسات. حلو تمام. هاي الجيلاتين بنخليه شوي. هلا رح نضيف السكر البني. خلود بتسألك شو بديل الجبنة الكريمية؟ بالتشيز كيك. إذا ما في خلص. ما في بديل. بالضبط للأسف. هي اسمها تشيز كيك. أيوة. ما بنقدر نحط أي نوع من أنواع الأجبان الثاني لأنه هلا في أنواع ثانية بس مش موجودة عندنا بصراحة. الريكوتا وهاي الأشياء وموجودة وغالية. بالضبط. هلا خلينا على الجبنة الكريمية. يمكن اللي عنده مشكلة مع الجبنة الكريمية أصلاً ما يعني. بالضبط. ياخذ. هلا راح نحط عسل. هلا هدول انا مقسمتهم بين هاي والوصفه الثانيه. اوكي فمش كلهم ححط. انا بحب موضوع العسل كثير صايره. طيب هلا بتسالك اذا ممكن اللبنه. في مزبوط تنعمل باللبنه وبالزبادي بس. صح شمنت. في شيء اسمه شمنت. شمنت الشبت هذاك ولا شبنت قصدي. يعني عم بسألوكي كمان إذا ممكن حطوا بديل عنها. شمنت؟ والله ما بعرفه. بعرفش إذا إله اسم تاني. هلا هون اخترت البردقان أنتي. برش اخترت البردقان. إذا ما في موجود قولي هلا. يعني مش موسمه بس يعني بيفي بالغرض. طبعا بسألوكي كمان بالنسبة لموضوع
الفرن اذا استعملوها او اذا استعملوا الفرن العربي للتارت؟ يعني بدكم تديروا بالكم من الحراره لانه حراره مباشره. قصدكم فرن عربي ولا فرن غاز؟ لا فرن عربي اذا عملوا نفس الوصفه. يا يارا طلعت بقبقات. ما هي لسه رح تطلع اكثر، لازم يشوفوها. طيب حطينا برش البرتقال، رح نحط عصير الليمون. تمام، رح نخلطه. طيب اوكي سوري. طيب هلا طيب بتحبي نخلطها بالفاصل وهلا بس تخبرينا شو المكونات؟ احنا خلصنا، بس هيني بدي احكي لكم شو رح اعمل. هيها اوكي، بس اللهم بدي اجمع هاي ورح احطها بالفاصل فما تقلقوا. ما بعرف اذا ماجد رح تقدر تاخذ اللي بالفرن، فظيعه. ما هلا بشيل هذا، اشيل خلاص. هلا خلصنا. بدي اشيل يارا كمان، يارا اطلع برا المطبخ. رامي ماشي. طيب عندنا كريمه مخفوقه. اوكي تمام، لانه في خطوه مهمه بدنا نحط هلا الكريمه المخفوقه. اها يا سلام. لا بس ما بينت، هي بتبقبق. انا اجت عيني عليها وهي بتبق. كمل. يا سلام. حطينا الكريمه المخفوقه، بتخفقوها. هلا رح تلاحظوا بالمقادير انا حاطه سكر بودره، هي لخفق الكريمه. تمام يارا، انت عندك عضلات انا متاكده. اذا بتعملي هالكميات ما شاء الله. بس هاي بسيطه. طيب هلا شوفوا، بس بدي احكي معلومه لازم احكيها هلا، اللي هي كيف بنضيف الجيلاتين. اوكي تمام، هون ركزوا معي، استنوا اقيم الكركبه. الجيلاتين، هلا الجيلاتين اذا حطيته مباشره هون ممكن شو يعمل؟ ممكن يكبتل لي كل شيء ويخرب كل القوام. ف ناخذ منه شوي. اوكي اوكي، زي عم بتقسمي كانه. ومنضيف هذا الجيلاتين. تمام اوكي اوكي، وبنحرك، حركه كثير منيح، وبعدين بنرجعه على الخليط. وهيك تمام. بتكون التشيز كيك عندنا خلصت خلص يعني. طيب رح نكملها اكيد. هاي رح ارجعه هون. اها، وارجع اخلطه. شميتي ريحه الجيلاتين؟ شميت كل شيء. زاد بريك يا جماعه وبنرجع لكم. يلا طبعا رجعنا من جديد. لو تشوفوا قالب هالتشيز كيك، انا يعني لي ساعه بفكر هاي رح اخذها تيك اواي انا بالسياره، لانه ما عنديش مشكله هون رح اكلها وانا بالاستوديو رح ادوقها على حسابي. يعني صراحه ابدعت اليوم مثل العاده حبيبتي. ثانك يو ثانك يو. فيعني لكل محبي التين، احنا اليوم الحلقه كانت برعايه التين. برعايه التين، شوفوا كيف طلعت معنا بالاخر التشيز كيك. شايفين قد ايه حلوه وقد ايه سهله. وهلا تقريبا خلصناها، لانه بس اذا بتحبوا تقدروا تحطوا مربتين. اوكي، ما بتصير حلوه زياده. يعني انا ما بدي احط كثير بصراحه، انا يعني جبته كخيار يعني مش كثير ضروري، بس هيك عشان الزق فيه الحبات التين. وبنحط له شوي مي بارده عشان تطرى. عشان تطرى 100%. اوكي اوكي هيا. طيب هلا انت حطيها، بكون انا اخذت الوصفه الاخيره. يلا يلا. بارفيت تين بالزبادي، رح تحتاجوا لثلاث علب من الزبادي، علبة قشطة من ميلودي أكيد من كرم، 10 حبات تين، ومعلقة صغيرة خل البلسمك، معلقة كبيرة سكر بني، وربع كوب فستق حلبي.
اول مره بتشوف حدا بيعطس على الهواء تحسست كأنه من التين او من شجر التين. شجر التين ممكن. هي خلصنا التشيز كيك. اوكي يا سلام عليك. هلا بنحطها هناك. هلا بس قبل ما نبلش بالوصفه الاخيره بدي اطفي الفرن. اها لازم تشوفوا هيها خلصت. في اخر وصفه هلا بدنا نعملها صح؟ هيها خلصت بس. اوكي خليها اخر وصفه. يلا اخر وصفه كثير سهله. تمام بدي اشيل لك بس هذه هون دقيقه. ايوه اوكي. يي 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 كانت ضربتني يا رب. كان ايش صار هلا؟ بقولكم باي. لا بعرفكم ولا بتعرفوني. على حسابك. على حسابك. انا مش قادره الف لها بس ما شاء الله تبارك الله. يعني انسان. طيب الوصفه الاخيره هي يا رب قولوا لك بعد ما شافوها المتابعين اعطيهم الفواكه اللي من الاخر بتكون بديل ما تعطيهم خيارات. خوخ دراء. خوخ دراء كثير بيطلع زاكي بس دراء هلا اخر موسمه بصراحه ممكن يطلع. اوه ايش هذا؟ شوفوا الوصفه هاي كثير سهله. هي عباره عن زبادي وراح الزبادي هاي ننقلها لليفل ثاني لانه راح نستخدم معها قشطه ميلودي. اوكي طفيتها. ما تقلقي لاني خفت عليها تنحرق. لا فراح ناخذ علبه من قشطه ميلودي. اوكي وراح ناخذ الزبادي. زبادي اللي هي مش اللبن الدرايب. الزبادي تمام. هيها طبعا عم تستخدمي ميلودي من منتجات كرم وهي الجيمر. قشطه الجيمر القشطه. حلو قشطه الحلويات اللي كثير زاكيه وبتدخل بكثير وصفات. هي الزبادي راح نحط نص العلبه هلا. اوكي كثير تضيفي. بالضبط هلا راح احطهم بالكاسات اللي عندي اياهم. بس انا شو عامله بالتين؟ وين الفن تبع التين؟ جبت التين شايفينه قسمته ارباع. شفتوا المره الماضيه كيف كرملنا؟ هاي المره عملته بالفرن. حطيت معه فستق حلبي سكر بني وخل البلسمك. انت سالتيني شو قصه الخل. بالضبط خل البلسمك كثير بالبق مع التين. حطيتهم شوي بالفرن شوفي كيف صاروا تكرملوا وطعمتهم كثير زاكي. هدول رح نحطهم صعب يعني. بالضبط على برضو عم تتصور. ايه كانت عم تتصور عاملة تشوفني. سوري يا رام يا الله حقكم علي. تفضل هي يلا. ولا رح يختفي اشي. طيب هلا رح ناخذ الكاسات وبدك تعبيهم طبقات بتخيل. حط طبقات. ايوه بالضبط. هلا انا ما حليت لانه اريد التين حلو. رح احط شويه عسل على الوجه. أوكي. تمام هلا رح ناخذ شوي من هذا الخليط تبعنا وهي كثير زاكيه. اسمعي للفطور ممكن نحط معها جرانولا ممكن نحط معها نوتس اللي بدنا اياهم. يعني هذا الحلو فيها. هلا البارفيه اسم يعني لنوع من انواع الحلويات تقدم بالكاسات بنعمل بطريقه مختلفه. هو بيرجع لاي بلد؟ هو فرنسي البارفيهات. هلا هون عم بسالوكي شو طريقه حفظ التارت لو سمحتي بالثلاجه؟ احنا قلنا ما بيطول كثير صح؟ بعد ما ينخبز ولا العجينه؟ بعد ما يعني ينخبز هيك او هيك بده 3 ايام عشان يضل زاكي يعني. تمام؟ رامي كيف انا معك؟ يعني عم خلاص بس بعد ما ارتفع ضغطك. عندك ضغط رامي؟ عندك سكري بس بحب بقدر اقيم هلا ولا؟ يلا فيكي تتحركي. هاي اوكي؟ هاي اوكي قصدي. طيب بس سلام. شوي امسح هدول يعني على الليبرا. مسختها انا لو ما مسحتها احسن. يعني عم بقول لك شيء صحي وخفيف ولذيذ. كثير زاكيه عن جد زاكيه. يمكن لمرضى السكري ممتازه كمان لانه مش كثير ثقيله لانه فيها بس يعني فيها عسل. قولي لا مش حط. رح نحط اخر شيء عسل. رح نحط شوي من القشطه تبعت ميلودي. اوكي هيك كمان على الوجه. يعني هي الفكرة أنها تدسمها أكثر. دسمها 100% وهي لحالها رح تسحل. أنا يعني ما بدي أوزعها. تمام ورح نجيب يا سلام على التين. شوف كيف الجوسز تبعونه نازلين. أوكي وأنتوا كرمكم في هذا الموضوع. وحبيت فكرة الكاسة. طبعا لطيفة خفيفة ومثل ما قلت لكم جرانولا شوفان. ممكن سيريال ينحط معها كمان. يعني هي كفطور صراحة أنا هاي من الأشياء كثير بتشبعني بالفطور. اوكي بنمسك هدول وبتنحط بالثلاجة وخلص. شوفي الفستق يا سلام ممتازة. اوكي تقريبا كم يوم ممكن تضل بالثلاجة؟ يومين بتخيل. لا هاي ما بتقعد كثير يعني. هاي المفروض بنفس اليوم صراحة. اوكي الزبادي يعني اذا جايين ضيوف او شيء وبدهم يعملوا فطور خفيف لذيذ ومنوع. هذا العسل صح؟ ناخذ شوي
واحنا هيك خلصنا. طيب يارا قبل ما ينزل العسلات خبرينا بشكل سريع شو عملنا اليوم. عملنا كل شيء بالتين. هلا انا على راي صاحبتي تمارا ضلت تقول لي مهرجان التين بلش، انا فكرتك لإلي قلت ما لها خربشه بلكي انه تمارا ثانيه. بتعرف قد ايه انا بحب التين ودائما بعمل مهرجان التين. فعملنا تارت التين بالفستق الحلبي، اوكي اوكي، وعملنا تشيز كيك التين بالبردقان وبالعسل، وعملنا بارفي التين بالزبادي. حلو، بتمنى انه عن جد عجبوكم الوصفات وانكم تجربوهم وتطبقوهم. تمام. طيب خلينا بس ناخذهم على ال انظفها شوي بعد اذنك. يلا خذي راحتك رامي. اوكي اشيل فيك تشيلي خلص. هي هيك تمام. يا سلام، هي اول وحده حطها هون. حاسه حالي بالاوتيل صح، وهيك بكورنر شايفه مع احلى العسل كيف كمان معهم. ولا وحلتيها بطريقه ذكيه كثير كثير. هي يمكن هاي شوي بدها تنظيف هناك، مش يلا مشكله. تمام هيك احنا بنكون هيك احنا خلصنا، صفرتنا صارت جاهزه. جاهزه تمام، معناته لكل يلي بتابعونا ولكل يلي موجودين معنا احنا لهون بتكون حلقتنا خلصت. اكيد ختامها مسك. لاقونا يارا وانا رح نكون معكم يوم الاثنين، انا رح اكون معكم يوم السبت من كل فريق عمل. صحتين وهنا، يعطيكم الف عافيه.